السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة، قراءة فنجان وتاروت تفصيلية برج الحوت، مشاعر الحبيب وماذا يريد أن يقول لك وماذا تعلم منك، وفنجان مصير العلاقة لحبيب مولود برج الحوت. القراءة عامة للرجال والنساء، بس قبل ما نبدأ الفيديو لو انت جديد معانا في القناة اضغط اشتراك وفعل الجرس من اجل ان يصلك التوقعات الشهرية والاسبوعية واليومية لبرجك، ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب امامك على الشاشة. نبدأ بسم الله. الناسك فارس العملات وملكة الكؤوس. برج الحوت، تعلم منك حبيبك أن يكون مجتهدا من أجل صناعة مستقبله. تعلم منك أن يكتسب المال بتعبه من أجل أن يحقق الاستقرار، وأن يبتعد عن كل من يستغلوه أو كل من لا يقدرونه بالشكل الصحيح. يريد أن يقول لك 10 كؤوس، العالم والأحمق، أنه لم يعد أحمق بعد الآن، وأنه أصبح يسعى إلى اكتساب علاقات مع المحيط الخاص به، ولكن أهم علاقة لديه هي علاقته الأسرية وعلاقته معك، وأنه يسعى إلى بناء حياة أسرية سعيدة معك خالية من المشاكل والهموم. تعلم منك عصيتان، العربة والعصا الكبيرة، أن يتحمل المسؤولية، وأن يضع هدفه أمام عيناه، وأن يتحكم في حياته ولا يترك أحدا يسيطر على حياته أو يتحكم فيها نيابة عنها. يريد أن يقول لك 9 عصيان، الجانب المظلم والإمبراطور، أنه لم يعد يخاف من القيادة ومن تحمل المسؤولية ومن السيطرة على الحياة. لم يعد يخاف أن يتخذ القرارات الهامة، وأن يطور من نفسه، وأن يحقق أهدافه التي يسعى إليها. لم يعد يخاف لا من كلام الناس، ولا من انتقاد الناس له، ولا من سيطرة الأقربون عليه. تعلم منك الكأس الكبير، القوة والرجل المعلق، أنه مهما كان قوي مع كل المحيط، إلا أنه ينبغي أن يكون رقيقا بين يديك، وأن ما يحول بينه وبين السعادة هو ترك قلبه للحب معك وللحياة في كأسك. يريد أن يقول لك فارس العصيان، السيف الكبير، و9 عملات و8 كؤوس، أن القادم هو الحياة التي تمنيتها، وأنه سيتفانى في حياته من أجل إسعادك وتوفير لك ما تحتاج إليه، وأنه سينفذ كل ما تريده منه، وأنه سيسعى إلى تحقيق الانتصارات في حياته من أجلك ومن أجل أن يعطيك الحياة السعيدة التي تتمناها. رسائل الرومانس بتقول لك اترك أصدقائك يساعدوك في حل خلافاتك مع الحبيب، وأن علاقتكم بحاجة إلى عطلة تستمتعون بها وتخرجون بها من أوضاعكم المهنية المقلقة. مصير العلاقة في الفنجان. برج الحوت، في سعادة وتسعد قلبك مع من تحب، وقد تكون علاقتكم مع بعضكم البعض خالية من التكلف ومن الأقنعة، فكما يبدو الشخص الذي تحبه في مرآته، أنت مرآته الثانية التي يرى نفسه بها.
لا يخاف أن يظهر لك عيوبه، لا يخاف أن يقول لك ماذا يخاف في الحياة، يشعر أنه يحلق بعيدا عن كل التكلفات التي تعلمها في حياته والتصنعات والأقنعة التي كان يرتديها، ينزعها أمامك فيحكي لك كل شيء بقلبه. برج الحوت، سيكون الحظ حليفك مع من تحب لدرجة كبيرة، إلا أن ما يوتر علاقتك معه أمر العلاقات الثلاثية، فأنت مميز وهو مميز، فتوقعوا في علاقتكم أن تحصلوا على عروض ارتباط وأنتم مرتبطون، وسيكون الأمر راجعا إليكم، من يخون الحب ومن يستمر في الإخلاص. هذا اختيار واضح ومصيري، سيقع فيه الكثير وسينجو منه الكثير، إلا أن الحظوظ تدعم علاقتك مع من تحب يا مولود برج الحوت. ربما حبيبك هو شخص رائع كقدوة يقتدي بها أبناءكم، وشخص مميز يستطيع تحمل المسؤولية بعد أن علمته كيف يتحملها، وأعطيته الثقة بنفسه ليتحملها ويقود حياتكما معا. حملكما سيكون ثقيلا بعض الشيء، حيث سيوضع على رقبتكما المسؤوليات التي تسعون إلى تحقيقها والتخلص منها والالتزام بها. ينبغي أن تقدم الدعم لبعضكما البعض، والشيء الوحيد اللي ممكن يفسد علاقتكم مع بعض إن يكون أحدكم حمل على كتف الآخر، أي لا يدعم أحدكم الطرف الآخر. أتمنى أن يسعدكم الله مع من تحبون، وأتمنى لكم أجمل الأقدار وتحقيق كل ما تريدون. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من أجل أن يصلكم التوقعات الشهرية والأسبوعية واليومية لبرجكما، ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب أمامكم على الشاشة. شكرا يا مواليد برج الحوت، السلام عليكم.